حالياً أنا أشتغل بوظيفة بالنسبة لي أنه يكون مصدر دخلي من شيء أنا أحب أني أسويه. أنا ابتهال أبل نحاتة واقعية، أنحت نحت واقعي وأحول المنحوتات اللي أسويها إلى منحوتات من مادة السيليكون عن طريق صناعة القالب وصب السيليكون داخل القالب، فأطلع نسخة من المنحوتة مصنوعة من مادة السيليكون تشابه بالملمس والشكل جلد الإنسان. حصلت على فرصة عمل في مختبر MQ Dental Lab مع الدكتور ماجد القلاف، ولما شاف دكتور ماجد شغلي بالنحت اقترح علي ان احنا نشتغل على شيء في جراحة الوجه والفكين يسمى الماكسيلوفيشيال، اللي هو استخدام تعويضات السيليكون لتعويض أجزاء مفقودة أو مبتورة في الوجه. حسب معرفتي هي حالياً البنت الوحيدة كبنت في الخليج اللي عندها القدرة أنها تصنع الأطراف سواء عين، خشم أو أذن. دكتور، ما بديتوا تستخدمون الفيتالومكس؟ يعتبر تخصصنا اللي هو تكنولوجيا الأسنان جزء من تخصصات طب الأسنان من المهن الطبية المساعدة، ينقسم إلى عدة أقسام. من ضمن الأقسام اللي هي جراحة الوجه والفكين، هذه تحتاج إلى فني جراحة وجه وفكين متمكن وعنده قدرات وعنده مهارات فنية عالية. تواصلت مع الأخت ابتهال عن طريق صديق وقالت لي بأن عندها القدرة في صناعة الأطراف مثل الأذن والعين والخشم، فهذا الجزء فعلا احنا نفتقده في المختبر عندنا في الكويت. لما وصلت عندنا وقعدنا معاها وكلمناها اكتشفت ان عندها قدره في ايضا صناعه الاسنان اللي هي القشره والتركيبات الاسنان، واعطيناها موديل، اعطيناها الشغل، شفناها انسانه موهوبه تقدر تبدع في هذا المجال اللي هو مجال التركيبات، بالإضافة إلى شغلها اللي هو عبارة عن صناعة الأطراف العين والخشم والأذن. الشغلتين إذا اجتمعوا مع بعض راح يطلع عندنا فني أسنان جدا ممتاز من مستوى عالي. لقيت نفسي في القطاع الخاص والعمل اللي هو عملي أكثر من العمل المكتبي، فهذا السبب خلاني أستقل من القطاع الحكومي وألتحق للعمل في القطاع الخاص. هذا المختبر متخصص في صناعة الأسنان اللي القياسات توصل لنا من العيادات، وإحنا بدورنا نقوم بصناعة الأسنان اللي يركبها الدكتور للمرضى. قسم زراعة الأسنان أيضاً هذا القسم مترابط تماماً مع القياسات اللي بعثها لنا الدكتور. في قسم عندنا قسم المتحرك ينقسم إلى جزئين اللي هو التقويم قسم الأطقم المتحركة، وحتى صب المعادن عندنا أفران درجة حرارتها عالية جداً إذا تشوفها. قسم اللي يتم فيه بناء البورسلان على الزيركون أو الإيماكس في القسم هذا في الأفران هذه، طبعاً يحتاج فنيين مهاراتهم الفنية جداً عالية علشان يقدر يطبق الألوان، يطبق البورسلين بالطريقة اللي الدكتور يبيها ومناسبة مع ألوان أسنان المريض.